وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية. مساء الخير سيد يوسف وأهلا بك في نشرة أخبار الثامنة. كيف تنظرون إلى ما حققته المملكة في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم وتحديدا في مجال تعزيز حرية الدين والمعتقد والحوار بين الأديان والتعايش السلمي؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. بداية يطيب لي أن أرفع للمقام الثاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أسمع آيات التهاني والتبريكات، ومهنئين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والعائلة المالكة الكريمة وحكومة وشعب البحرين بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد. ولا شك أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة غالية على قلوب الجميع، فهذا اليوم الأغر مثل منعطفا تاريخيا مضيئا، وتزامن مع انطلاق المشروع الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم، حيث شهدت المملكة نقلة نوعية في مختلف المجالات حتى أضحت نموذجا حضاريا يحتذى به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن الرؤى الثاقبة والمستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم قد أرست دعائم النهضة والازدهار والرفعة والنماء، وبفضل رؤيا جلالته السامية رعاه الله نفخر بنموذج فريد في التعددة الدينية والثقافية، وأضحت معه البحرين منارة للتعايش واحترام التنوع الفكري ونبراس يستقى منه نور التسامح وواحة يشار إليها بالبنات في مجال التسامح والتعايش. وفي الواقع أن العهد الزاهر شهد عناية كبيرة للعمل الوقفي والخيري والإنساني، مثمنين دعم جلالة الملك ورعايته للشعائر الدينية ودور العبادة. مضام الخطاب الثاني، اليوم في الواقع كان شعب البحرين على موعد مع إطلالة كريمة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، تمثلت في الخطاب الثاني الذي ألقاه جلالة الملك بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والأنجال الكرام، وكذلك الكلمات العفوية النابعة من القلب والتي تفضل بها جلالة الملك خلال اللقاء مع كبار المسؤولين. وركز جلالته على الإشادة بمناقب أمير البلاد الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وكذلك تحدث جلالة الملك بكل فخر واعتزاز عن مسيرة التلاحم بين القيادة والشعب والمنجزات الوطنية في مختلف المجالات، وكذلك أشاد جلالته بما يمتاز به شعب البحرين من روح طيبة ومعطاءة ومشهود لها بالطيبة عند الجميع. وانطلق جلالة الملك في كلمته السامية إلى مستقبل البحرين الزاهر ونجاح المملكة في إعداد الكوادر الشابة المؤهلة في مختلف المجالات، وكان لافتا حرص جلالته على حماية الهوية الدينية والوطنية والإنسانية، وهو أمر في غاية الأهمية والتميز. وختاما ننتهز هذه الفرصة التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويحقق رؤيا جلالته لهذا الوطن ولأبنائه الكرام بالمزيد من الرفعة والتقدم. وأن يعيد هذه المناسبات الكريمة على مملكة البحرين والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. نعم السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية، شكرا جزيلا لك.